ريسينج أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق ثاني أشواط من هذه الأمسية، أمسية سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، كأس جندل للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي المبتدئ والفائزة بسباق على مسافة 1500 متر، تلاقى مع الجواد رقم 2 مناكل السيد سلمان محمد العمادي ماركو كازامينتو على المركز الأول، محاولة التقدم من قبل الجواد رقم 3 تانيا لوذنان ريسينج، يتقدم بقوة الجواد تانيا ورونان توماس، فالمحاولة مع الجواد رقم 5 الجواد انتهازي لمربط إنجاز جيفرسون سميث الآن على المركز الثالث. رابعا محاولة من قبل الجواد إيجياس حيزوم يتقدم بشكل جميل مع مربط الجريان وشتيبان مزورة. عودة إلى المركز الأول والصدارة مع الجواد رقم 2 مناكل لسلمان محمد العمادي وماركو كازامينتو على المركز الأول، محاولة التقدم شيئا فشيئا من قبل الجواد رقم 3 تانيا لورنان ريسينج والبان ديميول، رونان توماس على المركز الثاني، محاولة الجريان مع إيجياس حيزوم والمدرب محمد بن حمد العطية شتيبان مزورة. إذا خط مستقيم باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول مع مناكل لسلمان العمادي، لكن الصدارة مع الجواد رقم 3 تانيا وذنان ريسينج يخلص الفارق مع الجواد رقم 3 تانيا، البان على المركز الأول مع وذنان ريسينج، رونان توماس على الصدارة وعلى المركز الأول، محاولة من الخارج مع إيجياس حيزوم، مربط الجريان مع الجواد رقم 1 إيجياس حيزوم، لكن الصدارة مع وذنان ريسينج مع الجواد رقم 3 تانيا، فعلا البان مع تانيا و Wadnan Racing. And the official results for the second race of the day. The winner, horse number 3, Tania, owned by Wathnan Racing, trained by Alban de Mule, ridden by Ronan Thomas. Second horse number 1, AGS Haizum, owned by the Algerian stud, trained by Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur. Third horse number 2, Manakel, owned by Mr. Salman Mohamed Alimadi, trained by Mohamed Al-Ghazali, ridden by Marco Casamento. Fourth horse number 5, Indiazi, owned by the Injust stud, trained by Julian Smart, ridden by Jefferson Smith. And in fifth place, horse number 4, Aziza, owned by Wethnan Racing, trained by Alban de Mule, ridden by Carlos Enrique. تتويج الفائزين بكأس جندل للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. رونان توماس الخيال المتألق في ثاني أشواط أمسية اليوم. ولدان يتساهل. ونبارك للمدرب ألبان دميول يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز. نبارك للسادة وذنان ريسينج، يتفضل السيد علي الكباسي يتسلم كأس جندل للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. وصورة تذكارية للفائزين في ثاني الأشواط كأس جندل للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. رونان توماس عبر الجواد الثانية بشعار السادة وذنان ريسينج إشراف المدرب ألبان دميول.